أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عطروا أفواهكم ونوروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كل إنسان يريد الخير لنفسه في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة عليه أن يفكر وينقب ويفتش في جذور أفكاره ومعتقداته ودينه. كل يوم الإنسان يسأل نفسه لماذا أؤمن بهذه العقيدة؟ ما هو البرهان عليها؟ يجب أن يفتش، يتحرى، يتحقق، يناقش، يسأل. ما يكتفي أنه أنا أقلد عائلتي، هذا مذهب عائلتي، هذه مذهب مدينتي، جماعتي، إحنا صارنا 200 سنة، 500 سنة، 1000 سنة، هذا لا يكفي. الله تعالى يقول بعض الناس يؤمنون بالتقليد الأعمى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في آية أخرى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. تقليد الأعمى باطل، واحدة من أسباب تراجع الأمة الإسلامية اليوم وضعف الأمة هو تقليدها الأعمى من دون تمحيص، من دون تفتيش، من دون مراجعة، من دون تدقيق. الناس في شؤون حياتهم يدققون، ما يشتري بضاعة إذا ما يتأكد منها، لكنه عندما يأتي الدور إلى بضاعة الدين تكون رخيصة، يؤمن بها من دون علم. ولذلك تشوفون أوروبا تقدمت، واحدة من أسباب تقدمها أنه بدأت تتساءل عن عقيدتها. كانت الكنيسة مسيطرة عليها، ظلام الكنيسة، ظلم الكنيسة، خرافات الكنيسة لعدة قرون، لكن نفضت عن نفسها الغبار، حررت عقلها. الله يريد منا أن نحرر عقولنا وأفكارنا وأذهاننا، تفكيرنا يجب أن يكون حر، مو يكون تابع لسلطة غاشمة، بعيد عن تسلط الطغاة، بعيد عن وعاظ السلاطين. إذا أريد الأمة تتقدم، أول شيء يجب أن يتقدم تفكير الأمة، عقل الأمة تفكر. لذلك أنتوا الآن في الغرب هنا الآباء والأمهات علموا أولادكم بناتكم على التفكير الحر، يسألون، يناقشون، يبحثون، يفتشون، ينقبون عن كل شيء. أنا أحب مرات دول يسلمون، يعتنق الإسلام، يبدأ من الجذور، من الأعماق، يبدأ يسأل، يفكر، يريد يتعلم ويعرف السبب لماذا نعمل هذا الشيء، لماذا نعتقد بهذا الشيء. أنا مرات يجون حتى يعتنقون الإسلام، أسألهم مثل ما يسألوني أنا أيضا، أسألهم ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنت شدلك علينا؟ ليش تريد تصير مسلم؟ أكثرهم يقولون إحنا مولودين في أديان مختلفة، فكرنا في جذور عقيدتنا وأدياننا ومذاهبنا، شفنا it does not make sense. Does not make sense عبارة جميلة، لا تتناغم وتنسجم مع العقل، مع التفكير السليم، ما تنسجم. لذلك قلنا احنا ليش نتبع، ليش عندنا تقليد أعمى، إلى متى؟ فبدأنا نفتش، ننقب
ومرات يعتنق مذهب ثاني أو دين ثاني أيضا يشوف هذا ما يشفي الغليل بثغرات بأسئلة لا تجيبه ما فيها إجابات في تلك الدين، يروح إلى مذهب ثالث حتى يصل إلى شاطئ الأمان. الله يريد منا أن نفتش وأن نبحث. لازم نعلم شبابنا، نعلم بناتنا، إذا تريد دين أبنائك يكون قوي يتمسكون به ويعتزون به ويفتخرون به، عليهم أن يقبلوه عن قناعة وعن فهم وعن دراية. هذا الدين الصحيح. الله تعالى يقول إذا اكتشفت الحق هو الباطل راح ينهار أوتوماتيكيا، يندحر الباطل. وقل جاء الحق بعدين شنو؟ وزهق الباطل. إذا اكتشفت الحق دخل نور الحق في قلبك، الحق دخل إلى قلبك، عند ذلك الباطل هو ينزح أوتوماتيكيا ينهار. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الدين معادلات رياضية، العقيدة الإسلامية مثل المعادلة الرياضية لا تقبل الخطأ. 5 + 5 كم؟ 10. كل مكان يعرفون بالعالم، ماكو واحد يقول 9 واحد يقول 11. معادلة رياضية محكمة دقيقة. هكذا العقيدة أحبتي، العقيدة ليست غامضة، تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى عقل. لذلك الله يقول الدين هو لأصحاب العقول مو اللي ما عنده عقل، لأنه تكتشف الدين فقط عن طريق العقل والذكاء والفطنة. الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ الآيات لمن؟ لأولي الألباب. ما بهم هؤلاء أصحاب العقول والألباب؟ ما هي صفتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الدين هو التفكير، الدين هو البحث، الدين هو القناعة العقلية مو العاطفية، العقلية. عقلك يقول هذا الشيء صحيح. لذلك في مذهب أهل البيت احنا عندنا هذا المبدأ، نختلف عن بقية المدارس. مبدأنا كل ما يقول به العقل يقول به الشرع، كل ما يقول به العقل، العقل السليم، العقل السليم. إذا قال هذا الشيء صحيح الدين يقول نعم صحيح، إذا يقول هذا الشيء باطل وفاسد الدين يقول هذا باطل وفاسد. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللي يفهمون بس أصحاب العقول. كثير من الأمة اليوم ما تفهم الإسلام عقليا، تفهمه عاطفيا بالتقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم وأسلافهم، وهذا الشيء مو صحيح، هذا الشيء مو صحيح. واحدة من الأمور التي نفهمها بالعقل هي مسألة الإمامة أحبتي. البعض يقول الإمامة مو موجودة بالقرآن، أحاور واحد من العلماء يقول لي جيب لي الإمامة، راويني دليل واحد أنا اليوم أصير أتبعك. قلت له عشرات بل مئات الأدلة موجودة في القرآن، لكن تحتاج عقل. إذا تقرأ القرآن من دون ما تشغل دماغك وتفكيرك ما راح تشوفها، لكن إذا وضعت التعصب جانب وحكمت عقلك وضميرك تكتشف الآيات. أضرب لك مثال بسيط، قلت له شوف التوحيد والنبوة مهمة والإمامة لا تقل عنها. لماذا؟ لأن الله في سورة المائدة يقول لرسول الله إذا ما تبلغ الإمامة فالدين لم يبلغ، آية 67 سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ هذه الرسالة، بلغ هاي المسج المهمة. ما هي؟ تنصيب أمير المؤمنين. كل المفسرين يقولون، كل المؤرخين، كل المحدثين، نزلت يوم الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ما تبلغ الإمامة يبقى الدين ناقص. بعدين عندما بلغها رسول الله يجي في الآية رقم 3 في نفس السورة، سورة المائدة، ماذا يقول؟ يقول الآن اكتمل الدين، هسه اكتمل، من دونها كان ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هاي واضحة يا أخي، واضحة، هذه يريد لها عقل يدركها. ثم أكو الدليل عقلي على الإمامة،
قبل الدليل النقلي، قبل القرآن، دليل عقلي. إنسان تعب على أمه، تعب عليها وجاهد وكافح وتحمل الحروب والمآسي والحصار، ثم يترك الأمة من دون قائد. مو أنتوا يا مسلمين، أنتوا يا إخوتنا وأحبتنا، أنتوا تكتبون عندما حضرت الوفاة. الخليفة الأول عندما حضرته الوفاة جاء الخليفة الثاني وبيده عصا من جذع النخل يسكت بها الناس، يقول انصتوا انصتوا، يقول لهم للناس، يريد أن الخليفة يريد أن يوصي لكم. شنو كان يريد يوصي؟ يريد يوصي بالخلافة إلى الخليفة الثاني، الأول يوصي إلى الثاني، أنتوا كاتبيها في كتبكم. زين، هذه إذا الوصية يعين واحد مكانه كان عمل جيد وعمل عاقل، هل فات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ ليش فاته؟ إذا هذا الشيء جيد، ممكن لرسول الله هو سيد العقلاء سيد الحكماء ينسى هذا الشيء؟ وإذا كان هذا الشيء مو جيد، زين، رسول الله لم يوصي لأنه ما لازم يوصي، الأمة لازم تنتخب، ليش الخليفة الأول أوصى؟ إذا مو جيد ليش الخليفة الأول أوصى به؟ وحتى نفس الخليفة الثاني وضعها في ستة، حصرها في عدد معين وقال الأرقام كلها تشير إلى هذا الشخص، إلى عثمان بن عفان. ذولا سووها، زين، النبي ما لازم يسويها، لكن الخلفاء اللي من بعده أكثر من هذا. الآن أحد المؤرخين يكتب، مؤرخ كاتب يقول إن معاوية ابن أبي سفيان أسدى مكرمة كبيرة إلى المسلمين عندما نصب يزيد خليفة له، وبذلك سد الفراغ الذي تركه رسول الله خاليا. رسول الله ترك الفراغ هذا، إجا معاوية ملأ الفراغ، خلى ابن يزيد، رسول الله تركه خاليا. عشرات المرات رسول الله في عشرات المواطن هو والقرآن الكريم يقولون بالإمامة وبالخلافة، أنتم ما سمعتوا، ما عجبكم هذا الشيء، رسول الله ما تركه خاليا، لأنه أنتم تعصبكم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ليش؟ ظلما وعلوا. مسألة الإمامة أنا قرأت قبل ليلتين باللغة الإنجليزية، هنا ذكرت أدلة الإمامة في القرآن موجودة في قلب القرآن، لكن يريد لها عقل، يريد لها ابتعاد عن التعصب. دع التعصب جانبا، شوف الآيات، شوف النور، تشوف قلبك ينفتح. أنا سألت كثير من العلماء الأفاضل الذين اعتنقوا مذهب أهل البيت، قلت له أين كنت قبل هذا؟ ألم تقرأ القرآن؟ هو نفس القرآن ما تغير. قال نعم، كنت أقرأه بقلب مغلق، اليوم قلبي انفتح، اليوم أشوف الحقيقة أمامي. نفس الآيات كنت أقرأها مو غيرها، لكن ما كنت مستعد للهداية، ما كنت مستعد للهداية. والهداية هي دعوة من الله، من يريد الله أن يهديه شو يسوي له؟ يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله شي سوي له؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. زين، فالموضوع موجود في قلب القرآن، لكن يحتاج لأولو الألباب يكتشفوه. واحد من الوعاظ قبل كم يوم طلع على التلفزيون، سئل ما رأيك بالشيعة؟ قال الشيعة ذولا أهل النار. قالوا له ليش أهل النار؟ قال لأنه هؤلاء لا يعبدون الله، هؤلاء عباد القبور، يذهبون للمقابر يعبدون القبور. أولا ماكو واحد يعبد القبور، مو عبادة. التكريم والتبجيل ليس عبادة، هنالك عبادة وهنالك احترام، فرق بينهما. العلماء يقولون العبادة شلون تصير عبادة؟ تصير إذا أنت هذا اللي واقف أمامك، سواء نبي، إمام، شخص حي ميت، إذا تؤمن بألوهيته وتخضع له، تعظمه تبجله لأنك تؤمن بألوهيته، هاي تصير عبادة.
أو شيء ثاني تؤمن بربوبيته. فرق أكو بين الألوهية والربوبية. الرب هو المربي، يعني هو اللي يرزقك دائما، يعطيك دائما، يعيشك، يمدك بالحياة، يمدك بالطعام والصحة والعافية والتوفيق. إذا أيضا تؤمن أن هذا الشخص اللي أنت تخضع له هو رب لك، عند ذلك هذا الشرك لا يجوز. أو شيء ثالث، إذا تؤمن أن هذا الشخص اللي أنت تخضع له سواء هو بالقبر أو فوق القبر، حي أو ميت، هذا قائم بنفسه، يعني ما يحتاج لأحد، يعني عنده استقلال. وين هاي نلقاها؟ بالقرآن، قرأتها قبل دقائق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قائم بنفسه، كل شيء قائم بالله إلا الله تعالى، قائم بنفسه ما يحتاج أحد. الله لا يعتمد على أحد، قائم بنفسه. إذا تعتقد أن هذا الذي تحترمه تخضع له قائم بنفسه فتلك عبادة وهذا الشرك. أما في غير هالصور أنت تروح تخضع لإنسان، تقبل إيده، تقبل جبهته، تقبل قبره، هو ميت، هاي ما يسموها عبادة، هاي ما يسموها عبادة. الابن يخضع لأبيه، يقبل قدم أبيه، رجله مو إيده. الله تعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعقوب عليه السلام سجد لابنه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ما كانت شرك، لأنه هذه عبارة عن توقير وتبجيل واحترام. الجندي يخضع للضابط، التلميذ يخضع للمعلم، الابن البنت يخضعان لأبيهما لأمهما، هاي مو عبادة. فأنت احنا من نروح للقبور ما نعبد القبر، مو عبادة، هذه تعظيم، تكريم، تكريم لإنسان ضحى، لإنسان أعطى، لإنسان رفعه الله، لإنسان يقول الله عنه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله شنو؟ أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا أولا. شيء الثاني يا أخي، احنا نتعلم من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المقابر، ذهب إلى مقبرة كل يوم، يذهب إلى مقبرة البقيع كل يوم، وكان يذهب إلى قبر حمزة في أحد فيسلم عليها ويزورها ويدعو لها. احنا نفس الشيء نسوي. زين واحد يجي يقول النبي ما كان يتوسل بصاحب القبر، انتوا ليش تتوسلون؟ الجواب احبتي واضح، رسول الله هو باب الرحمة، هو مصدر الرحمة في الكون. رسول الله يقول عنه القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله يقول عنه القرآن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله، جاءوك يجون يمك. فهو باب الرحمة، ما يريد يتوسل بأحد. الأنبياء توسلوا برسول الله، هاي في تفسير الآية شوفوا، حتى علماء كبار علماء السنة يقولون فتلقى آدم من ربه كلمات. كتب علماء السنة الكلمات، الله عندما عصى آدم الله رضي عنه، غفر له، تاب عليه، أنزل علمه شلون الكلمات هذه، توسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الله علمه، تريد أنا أخفر لك هاي الطريقة، اقرأ هاي العبارة، اقرأ وأؤمن بها بقلبك قبل أن يخلق الأئمة يجون إلى هذا العالم. اللهم إني أتوسل إليك، هكذا قال آدم، أتوسل إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما غفرت لي. هاي الكلمات قالها النبي وأهل بيته يتوسلون بهم الأنبياء، ما يحتاج النبي يتوسل بواحد، ما يحتاج يتوسل. نحن الذين يجب أن نتوسل بهم، هم وسيلتنا إلى الله. فأنت لا تقول لي هذا النبي ما توسل، أنتوا لتتوسلون. النبي أنبياء الله كانوا يتوسلون به. ثانيا، صحابة رسول الله كانوا يتوسلون برسول الله في حياته وبعد وفاته.
عمر بن الخطاب عند زمان القحط من ما ينزل مطر كان يتوسل بالعباس عمي رسول الله، يروح العباس بن عبد المطلب يتوسل به عندما ما ينزل المطر، صحابة رسول الله كانوا يتوسلون. اجل الأعرابي دخل إلى مسجد رسول الله، النبي واقف على المنبر يخطب، قال يا رسول الله لقد هلك الزرع ومات الولد، ما عندنا مطر، ادعو الله تعالى. فدعا رسول الله، المؤرخون يقولون لم يكن في السماء قزعة واحدة، يعني قطعة غيم ماكو، والرسول رافع كان رافع يديه إلى السماء يدعو الله أن ينزل المطر، امتلأت السماء غيوما وبدأت الأمطار تنزل بغزارة حتى انحدرت من لحية رسول الله صلى الله عليه وآله، واستمر المطر وسالت الأودية في المدينة إلى الجمعة القادمة، أسبوع واحد ببركة التوسل برسول الله. هذا في حياة النبي. في حياة النبي يذكر صحيح مسلم، يذكر شوفوها صحيح مسلم، يقول بعد صلاة الغداة كان يجون خدم المدينة يجيبون من البيوت طشوت فيها ماء، فيضع رسول الله يغمس يده الشريفة فيها فيذهبون بها إلى بيوتهم، الناس يتبركون بهذا الماء. وكان إذا توضأ رسول الله تقاطر عليه الصحابة حتى يتبركون بفضول ماء طهوره، ماء وضوئه، وإذا سقطت شعرة من رسول الله من لحيته من شعره يتبركون بها. في حياته ما قال لهم النبي هاي ممنوع، هاي شرك، هاي بدعة، لا تسووها، روحوا لله تعالى، أنا بشر، ما قالهم هالكلام. النبي المفروض إذا يسوون عمل قبيح وحرام المفروض ينبههم، ما نبههم على ذلك، بالعكس كان يشجعهم يتبركون برسول الله. ما الضير في ذلك؟ أكو نقطة المخالفون ما انتبهوا إليها، أسأل الله أن يفتح قلوبهم إن شاء الله، أنا أدعو لهم بالخير بالتوفيق. إحنا المسلمين لازم نحب المسلمين، ما نكره أحد، حتى اللي عادينا، حتى اللي اتهمنا بالرفض وبالشرك وبالبدعة وبالكفر، احنا ان شاء الله ندعو لهم بالهداية. هذا ديدن الأنبياء، رسول الله ضربوه بالحجارة، لكن اجى يوم هذول بعض الذين ضربوه بالحجارة قبلوا يديه ورجله، احنا ندعو لهم بالتوفيق ان شاء الله تتغير الأمور، مو غريبة ان شاء الله تتغير، مثل ما سمحوا للنسوان يسوقون سيارات إن شاء الله راح يجي اليوم تسمع أنه خادم الحرمين يسمح لكم تدخلون البقيع وتزورون وتتبركون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك نقطة أحبتي، هل يجوز التوسل بالنبي والأئمة والأنبياء والأولياء عموما؟ هاي موضع خلاف، المخالفون إلى الآن يقولون لا هذا شرك ما يجوز، روح لله تعالى. بينما هنالك نقطة مهمة، إذا كان الاعتقاد أن هذا الولي والنبي والإمام يمتلك سلطة غيبية مستقلة عن الله تعالى، نعم هذا الشرك، يعني هذا بموازاة الله من دون الله. لكن إذا نؤمن أن هاي السلطة أعطيت له كرامة، له هدية، له منحة مكتسبة، مو مستقلة عن الله، مكتسبة من الله، الله أراد أن يمنحه هذه الكرامة، فهذا هو عين التوحيد، والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم، كثيرة كثيرة. واحدة منها قاريها أنتم في سورة يوسف، يعقوب فقد بصره وبيضت عيناه من الحزن، بعدين وراء 40 سنة اجتمع بابنه يوسف في مصر، اجوا الاولاد قالوا له ترى ابونا فقد بصره، فايش سوى؟ قال اذهبوا بقميصي هذا، قميص قطني يمكن سعره بالسوق درهمين، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. زين ذولا يقولون شرك ما يجوز، الله هو الذي يعافي، انت شلون تقول قميص؟ شلون تذب قميص على عين واحد؟
السلام يقول لك لا تتمسح، شنو هاي الخرقة، شنو هذا الصخر، شنو هذا الضريح، شنو هذا الحديد، شنو هذا الخشب. الله يقول لك في القرآن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بعدين ولما فصلت العير كذا كذا إلى أن يقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه صار بي فارتد بصيرا. هاي الشرك، هذه هاي الشرك، هذا عين التوحيد. لأن يوسف قدرته من الله، مكتسبة من الله، ما يقول هاي قدرة مستقلة من عندي، يقول هاي كرامة من الله. قميصي لصق ببدني، الله خلى بي كرامة، ذبوا على وجه والدي ارتد بصيرة. والشفاء من الله بالأصل، من الله. هنالك تفويض عزلي وتفويض إذني. الله يفوض الأمر، الله هو الرازق، الله هو المحي، هو المميت، هو المعالج، هو المداوي، هو المساعد، هو الناصر. لكن مرات الله يقول بعض صلاحياتي أعطيها لمن شئت من خلقي، أولياء الله أنا أعطيها. تارة التفويض يكون تفويض عزلي، كما قالت اليهود يد الله شنو مغلولة، يعني الله خلقنا وبعد ما يتدخل، لا هذا ما يجوز، هذا شرك. لكن تارة التفويض إذني من الله، الله يأذن، الله تعالى أذن ليوسف أن يكون في قميصه شفاء وعافية لبصر أبيه، إذن من الله، هذا تفويض إذني. وموجود في القرآن وارزقوهم فيها واكسوهم، موجود هاي في سورة النساء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. الله يقول للآباء والأمهات أنت تصير رازق وارزقوهم. من هو الرازق؟ الرازق الحقيقي هو الله تعالى، لكن الله تعالى يقول أنت أيضا تعمل عندي واسطة، أنت واسطة بيني وبين أولادك. فمو حرام إذا الطفل الابن البنت تقول لأبيها، يقول لأبوه ارزقني يا بابا ارزقني، هاي مو كفر مو شرك. الرازق الحقيقي هو الله، لكن الأب والأم واسطة من وسائط الله، الله جعل واسطة. المخالفون يقولون ولا تدعوا مع الله إلها آخر، زين صحيح. المشركون كانوا يجعلون وسائط شركية، يجعلون الأصنام بينهم وبين الله من دون الله، بينما الله جعل الأنبياء والأولياء وسائط أيضا، لكن بإذن الله، بإذن الله جعلهم وسائط. شنو شغلة النبي؟ النبي وسيط بينك وبين الله، يدلك على الله، يأخذ بيدك، أنتم الأدلاء على الله، دليلك إلى الله، فواسطة هو الرسول، واسطة بينك وبين الله، لكن واسطة توحيدية وليست شركية. الله يقول لك أريدك تجي عن هذا الطريق، عن هذا النبي، هدايتك عن هذا الطريق، أطع هذا النبي، اسمع كلام هذا النبي، هو واسطة بينك وبين الله، لكن مو واسطة شركية كما صنع عباد الأصنام والمشركون، واسطة إيمانية توحيدية. عيسى عليه السلام يقول أنا خالق، شون أنت خالق؟ هاي مو كفر؟ أكو واحد يقول أنا خالق، الخالق هو الله. لكن عيسى يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إني يأكد أنا اللي أخلق، فيكون طيرا، لكن شون يكون طيرا؟ بإذني أم بإذن؟ بإذن الله، بإذن الله، تفويض إذني من الله. الله أعطاني قدرة الخلق، أنا أخلق، أنا أخلق لكن بإذن الله. الله أعطاني الباسورد، علمني الباسورد، قال لي خلص تعال أنت سوي الشغل، بإذن الله. وليست قدرته، نعم إذا قلنا أنه خلق من دون الله استقلالا من دون الله قوته هو، هذا الشرك، هذا الشرك، لكن خلق بإذن الله فهذا هو التوحيد. موسى عليه السلام، وإذ استسقى موسى قومه فقلنا شنو؟ فقلنا اضرب بعصاك الحجر. رادوا ماي، اجوا قالوا له عطاش اعطينا ماي، قال لهم شرك شرك، لا 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 اسألوا الله، لا تسألوني هذا الشرك، ما قال هذا الشيء. هو هم طلب من الله، الله قال له ما بيها الشيء، هاي عصاك بيدك اضرب بها الحجر
فانفلقت فكان كله، هذا على البحر طبعا، لكن على الشسمة 12 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ما قال لهم هذا الشرك لا تطلبون مني، موسى قائد أمة ويعرف التوحيد، ما قال لهم حرام اطلبوا من الله، طلبوا من النبي. سليمان عليه السلام كان يسير الإنس والجن والطير والسباع والريح تعمل بأمره، هل هذا الشرك؟ يأمر الريح فتتحرك من منطقة إلى منطقة، هذا الشرك؟ الله أعطاه الباسورد، قال له يا سليمان هذا الباسورد خليه يمك، أنا متى ما شئت أعطيك، متى ما شئت أخذه منك. ليست قدرته مستقلة عن الله. وهكذا رسول الله، الله يقول للنبي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول. أبناء يعقوب إجوا قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ليش ما راحوا لله مباشرة؟ الله مو هو موجود دائما؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يسمعك، سميع بصير عليم. إجوا إلى أبوهم، أبوهم ما قالهم هذا الشرك، ما قالهم لا 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 تسألوني، قال سوف أستغفر لكم ربي، جعلوه واسطة، لأن الذي يغفر هو الله، اللي يغفر مو النبي ولا يعقوب عليه السلام ولا الإمام الحسين ولا أمير الذي يغفر هو الله، لكن الله عنده وسائط، وسائط وسائط احنا نروح إلها نلتجئ إليها تدلنا على الله. هذا ليس شركا أحبتي، هذا عين التوحيد، هذا معنى التوسل. يجي واحد يقول لي انت ليش تقول ما تقول يا الله تقول يا حسين، هذا الشرك. إذا الله موجود أنت ليش تطلب من الحسين؟ زين أنا أسألك سؤال، أنا أسألكم سؤال، أنتوا هواية منكم رايحين للحج، زين تعيف هنا بلادك وبيتك وراحتك، تقوم آلاف الأميال تطير تروح إلى منطقة صحراء اسمها عرفات، شبيها عرفات، عرفات من الناحية المادية مكان مو حلو، مزدلفة شنو بيها، لكن من الناحية المعنوية مكان عظيم، الله يسمي المزدلفة لمن تشرب بها الوصاخة، زين الله يسميها المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، الله يقول لا تشوف وضعها المادي وصخة، هذه عظيمة عندي، وضعها الروحاني شيء آخر، لا تشوف إذا أوضعها المادي. احنا عندنا صحاري هواية أجمل من عرفات ومن منى ومن المزدلفة، لكن الله يقول هاي بقاع خاصة، إن لله تعالى بقاعا يحب أن يدعى بها فيجيب. تقوم تترك كندا وأمريكا تركب طيارة حتى تقف في ذيك تلك الصحراء تدعو الله، الله يقول لك أريدك تجي هنا، اسمع كلامي تعال هنا، هاي نقطة مفضلة عندي، لا تقول لي حلوة ما حلوة، تعال عندي هنا أدعو. كما أنه عند بقاع خاصة ندعوه بها، عند أشخاص خاصين ندعوه من خلالهم، عند شخصيات، عند أناس، أحدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحدهم أمير المؤمنين، أحدهم فاطمة الزهراء، أحدهم الإمام الحسين، أحدهم صاحب هذه الليلة أبو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. هم باب الحوائج نسمي، يجون الناس ويطلبون من هذا، مو شرك. أحد الشخصيات اللي الله قال هذا ضحى نفسه وحياته زين وما شرب قطرة ماء وهو عطشان، هذا أنا أخلي له كرامة، روح أنت اقصد له تعناله ادعو عنده، أنا أستجيب دعائك إذا كن نيتك صافية وطيبة ومتجه إلى الله، أنا أستجيب دعائك. الله اختار هؤلاء الشخصيات. طيب بعض الشباب يقولون ليش فهمني، لماذا الله يريدك تروح عن طريق الأفراد؟ تدري ليش؟ حتى تنتبه إلى فضلهم ومقامهم، حتى تعرف أن الرسول مو إنسان عادي فتقوم تحترمه، لأنه إذا ما عنده كرامة ما تقوم تحترمه، لكن إذا شفت عنده كرامة ومنزلة، وكما يقول القرآن وكان عند الله وجيها، عند وجاها عند الله، تقوم تحترمه. اليوم المخالفون لنا يقولون طيب أنا كنت أتكلم مع أحد المشايخ عند قبر رسول الله، يقول لي أنتوا ليش ما تتجه صوب القبلة، هذا محمد تو مات في القبر،
أنت اتجه إلى الله، الله ما يموت حي كذا. قلت له أقول لك يعني النبي مات يعني he's expired يعني انتهت صلاحيته؟ قال يعني بعد مات. قلت له إذا يعني مات ليش هذا المؤذن قبل شوية قال أشهد أن محمد رسول الله؟ اللهم صل على محمد. ليش احنا بأذاننا بإقامتنا بصلاتنا دائما أشهد أن محمد؟ ليش نجيب اسمه إذا صار شيء expired خلص انتهى بعد؟ ليش واحد الآن إذا يريد يصير مسلم لازم شي يقول؟ هل يكفي يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ها؟ ونقول النبي مات قبل 1400 سنة بعد إنسان، لا لازم تقول وأشهد أن محمد رسول الله. يعني نبي إلى الآن هو صحيح جسده متوفى لكن هو نبي وإلى يوم القيامة هو النبي، لأنه هو خاتم الأنبياء بعد ماكو نبي بعد النبي ماكو. النبي الآن إذا واحد يريد يعتقد بنبي لازم يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمهمته لم تنتهي، جسده متوفى، روحه باقية، رسالته باقية، لازم تذكر اسمه، لازم تصلي عليه. زين بعدين قلت له إذا النبي تقول لي لا تركه، أنت ليش حاط لوحة هنا مكتوب هنا السلام على رسول الله؟ قال إيه هذه لأنه أنت من السلم الله يبعث النبي، يبعث له روحه فيقوم من مكانه يرد عليك السلام. زين بارك الله بك. قلت له يعني قال بس النبي بعد لا لازم ما تسلم ما تقول يا حسين يا علي بس النبي. قلت له أكيد؟ قال أكيد. قلت له مرة ثانية أكيد يعني بس النبي؟ قال أكيد. قلت له زين ليش بجنبه هنا السلام على أبي بكر والسلام على عمر؟ ها؟ إذا بس النبي الله يبعث له الروح ويرد عليه السلام ليش هذولا أنتوا أيضا خالين؟ فسكت. شي يقول؟ قال لي قوم يلا يلا قوم ضيع وقتي أنت. زين يحتاج إلى تفكير، صدقوني الدين والعقيدة تحتاج إلى منطق سليم وتفكير سليم. ما بي فيروس. إذا نظف الإنسان عقله ترك التعصب يشوف الدليل واضح لا غبار عليه. التوسل موجود عند بقية الأديان. إجوا كان يجون إلى عيسى، يا عيسى إحنا عندنا مرضى، عندنا أكمه، عندنا أبرص، عندنا ميت، كان يقف على الميت فيحييه، هل هذا الشرك؟ هذه من الله، قوة مكتسبة، منحة وهدية من الله سبحانه وتعالى. كل الأنبياء في الأزمنة السابقة وصحابة رسول الله كان يأتون إلى قبر رسول الله يتبركون بتراب قبر رسول الله، يتبركون ويطلبون من رسول الله وهو في القبر، هاي كانت موجودة وإلى الآن عند بعض المذاهب الإسلامية. لكن يجي مذهب واحد ليش ما يؤمن؟ لأنه ما يريدك تقترب من أهل البيت، ما يريدك تعرف الحقيقة، ما يريدك تعرف ماذا جرى بعد رسول الله، لأنه إذا بديت تعرف النظام يقوم ينهار دائما، النظام فورا ينهار. فأبعد الناس عن رسول الله وعن أهل البيت حتى يبقى هو متحكم برقاب المسلمين. العباس صاحب هذه الليلة، العباس بن أمير المؤمنين، وهو باب الحوائج، وطلبه قصده كثير من الناس، هنالك شواهد وقصص كثيرة كثيرة لا ماكو مجال لذكرها، لكن يعتمد على النية أحبتي، النية هنا في القلب. مرات يجي واحد أعرابي ما يعرفهم أصول وأتيكيت وشلون أحكي، هو جاي يحكي اللي بقلبه، يحكي اللي بضميره بداخله بكل عفوية بكل بساطة، يوقف ينخال العباس. زين أنا أخو كنت الطفل، إحنا جيران العباس، باستمرار أشوف يهلهلون، يطبون نسوان يهلهلون، شنو أكل؟ ليش يهلهلون؟ أسأل أمي، أسأل، يقولون هذه كان عندها حاجة أجت المرة الماضية طلبت من العباس استجيب لها، الآن جاية تريد تبشر للعباس عليه السلام، تريد تشكره. وهذا الشيء طول العام أحبتي، لأن له كرامة، لأنه له
عند الله قيمة، قيمة. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المحتضن. وإن للعباس، الإمام الصادق يقول، وإن للعباس لدرجة في الجنة يغبطه بها جميع الشهداء، جميع الشهداء يغبطون العباس على هاي الدرجة. أول ما تبدي تسلم عليه تقول له السلام عليك أيها العبد الصالح، أعظم لقب عبد الصالح، بالفعل عبد. ليش؟ ليش عبد؟ شوف الجملة اللي وراها، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين عليهما السلام. العبودية الحقيقية أن تطيع الله، أطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم. العباس أطاع الله، أطاع رسول الله، وأطاع ولاة أمره، أطاع أباه، أطاع أخاه الحسين، فأصبح عبدا صالحا. إذا يريد الإنسان يصعد 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 إلى أعلى الكمالات يكون عبدا لله. العباس يستاهل هالمنزلة وهالكرامة لأنه ما ادخر شيئا لنفسه، كان عبدا خالصا لله. مو بس أطاع الله، البعض يقول أنا أطيع الله لكن لا أطيع رسول الله، مثل أبو سفيان. أبو سفيان يوم اللي مسكوه في فتح مكة النبي قال له أما أنا لك أن تشهد أن لا؟ قال إي والله هاي الله أنا أعلم. قال له ألا ما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال له هاي كبيرة، هاي صعبة، إن في النفس منها شيئا، بعدني، الله أؤمن به لكن لا أستطيع أن أؤمن أنت رسول الله. هذا أبو سفيان. لكن الله تعالى يقول ثلاثتهم مهمة، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، مترابطة، إذا سقطت واحدة منها كلها تسقط. العباس كان مثالا للطاعة المطلقة. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك، مو عاطفة، مو لأن الحسين أخاك، بل على بصيرة من أمرك، مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. الله يجمعنا بالعباس عليه السلام، وإن شاء الله تزورون ضريحة في الدنيا وتحصلون على شفاعته في الآخرة. التوسل بالعباس معروف هذا ومجرب، والتوسل بأمه أيضا، أم البنين عليه السلام، أيضا مجرب في الشدائد. فهذا ما يسموه شرك، لأنهم طريقنا إلى الله، الله أعطاهم هالكرامة. فعندما تقول يا أبا الفضل كأنك تدعو الله، لأنه هو يعمل لله، مو يعمل من دون الله، يعمل بإذن الله. هذا هو عين التوحيد. لا تكون عندك ترى مرات يجي واحد يقول لي سيد أنا مرات أروح أقول يا حسين أقول يا عباس أخاف بها شرك. لا أبدا أبدا، قولها وأنت واثق. هذا القرآن أمامك بعد، هؤلاء يعملون لله، هذا هو عين التوحيد. الله جعلهم أبواب لرحمته، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك يا رسول الله، الضمير يعود على رسول الله، هذا القرآن بعد، هل هذا الشرك؟ مو شرك. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على أخيك أبي الفضل العباس. ليلة العاشر يقف الحسين يطلب منهم يرحون، هو أول من يرفض، يقول إلى أين نذهب أخي أبا عبد الله؟ أنا عيش من بعدك لا عيش في، لا خير في العيش بعدك أبا عبد الله، ما أريد هاي الدنيا اللي أنت مو بها، بعد الدنيا مو حلوة بعيني، دنيا مظلمة تكون، ما أقدر أعيش من دونك. سبحان الله، شلون وفاء، شلون تسليم، شلون إيثار، شلون تضحية، قمة في التضحية، قمة في التضحية. إخواني إحنا مرات ما نفكر بالأمور، نروح نزور العباس ما ندري إيش صار. تصوروا هذا بطل جسمه يحتاج إلى ماء، وفي الشمس في الحر يدير باله، يحرس يروح يجي، لم يشرب الماء، كشفهم عن المشرعة في بعض الروايات، السماء هذا العدد
4000 أكثر، حتى لو 200 واحد، حتى لو 200 واحد خلينا نقول زين، تكشفهم عن المشرع، تروح تصل، ثم يملأ القربة، ثم يحط إيده بالماء، يشوف هذا الماء الفرات العذب الزلال، وهو عطشان. الإمام الصادق يحلف يقول والله كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما، مثل الجمر كان، مثل الجمر كان، لما أحس ببرد الماء اخترف غرفة أوصلها إلى فمه فتذكر عطش الأطفال، فأبت نفسه الكريمة. هاي قمة في الكرم والإباء، قمة في الكرم. تارة تطي فلوسك، ملابسك، دوياتك، لكن كاس الماء وانت عطشان، صار لك ساعات او ايام ما شارب ماء وانت وصلت الى الماء وداخل الى الماء وما تشرب، هذه قمة في الأباء، قمة في الإباء والشهامة والرجولة والبطولة. ما يسويها، ماكو، ما سمعنا بطل سواها الا العباس عليه السلام. ايمانه دفعه لذلك. ليش؟ لانه كان مواعد الاطفال يجيب لهم ماء، قال انا ما اشرب، مستحيل ما اشرب انا. ابوه علمه هاي الشمائل من امير المؤمنين. شلون اتعلمها؟ من انسان 3 ايام يحطون رغيف الخبز، يجي الطارق يطرق الباب، يشيلون الطعام يطوه. هذا غرسها، هذه الفضائل غرسها أمير المؤمنين به بالعباس. أمير المؤمنين اللي هو يعطي نفسه ينام على فراش رسول الله، تعلمها العباس من أمير المؤمنين، تعلمها من أمه أم البنين، تعلمها من إخوته الحسن والحسين. أبوه علمه هذه ضرب الشجاعة، مذ شبت معاطفه، سل الشريعة عنه مذ تملكها، هل ذاق للماء طعما وهو غارفه، رمى المعين بنهر من أنامله، وصد عنه وما بلت مراشفه. الله أكبر يا أبا الفضل، شنو سويت؟ شون وفاء عندك أنت لأخيك ولأهله ولأطفاله وعياله؟ كان يجي يوم العاشر يقول له سيدي اسمح لي بالقتال. الحسين ينظر إليه يقول أخي أبا الفضل، أنت صاحب لوائي والعلامة من عسكري، إذا تفرقت، إذا ذهبت تفرق عسكري وسقط لوائي. حتى جاءه في المرة الأخيرة قال أخي أبا عبد الله ائذن لي، فقد ضاق صدري وأريد أن أخذ الثأر من هؤلاء المنافقين. عند ذلك قال له بشرط واحد، تروح مو للقتال، تروح تجيب ماء للأطفال. حمل القربة وانطلق، ركب فرسه، راح إلى المشرعة، ذادهم عن المشرعة بشجاعته العلوية، نزل إلى الماء، ملأ القربة، أراد أن يشرب، تذكر عطش الحسين. ماذا قال؟ كلكم حافظين الأبيات. بدأ يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني. هذا الحسين شارب المنوني، هذا الحسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعين. أنا ما أقبل، ضميري ما يقبل. فرمى الماء من يده، رمى الماء، ملأ القربة، حمل القربة فرحان، متجه إلى المخيم، راح يجيب لهم ماء للأطفال اللي يصرخون العطش العطش العطش. بينما هو متجه إلى المخيم، يا مؤمنين آجركم الله، وإذا بشقي كمن له خلف نخلة، ضربه على يمينه فقطعها، ثم بعد ذلك برز العباس يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. قاتل ودافع، بعد لحظات ضربه شقي آخر على يساره فقطعها،
سقطت منه القربة إلى الأرض. وقف العباس متحيرا لا يدري ماذا يصنع، ما عنده لا إيدين يقاتل. بينما هو كذلك جاء سهم إلى القربة فأريق ماؤها، وسهم نبت في عينه وضربه شقي بالعمود على رأسه. أين المنادي وعباساه وسيداه ومظلوماه؟ هوى العباس على وجهه إلى الأرض، رأى السيد حيدر الحلي هذا العالم والشاعر الجليل، رأى العباس في عالم الرؤيا. العباس يقول له: يا سيد حيدر، إذا ذكرت مصيبتي للموالين والمحبين قل لهم الفارس عندما يقع على الأرض يتلقى الأرض بيديه، وأنا عندما هويت لا يمين عندي ولا شمال. قطع وجفوفة وانبهاض حامي الضعينة، وظل بالمعارة يصيح: يا اختي يا حزينة، يا اختي يا زينب، قطعة وشمالي ويميني، دارت علي القوم لا تترقبيني، حال القضايا مخدرة بينك وبيني، وان كان طحت على الثرى سلي سكيانة، منكم يا زينب ايست للخيام ما عود، جفوفي تراهم قطعة وتمزق الجود. نادى بأعلى صوته: أبا عبد الله أدركني. أسرع إليه الحسين، ركب فرسه، ذاد عينه الخيل والرجال يطاردهم، وهو يقول: إلى أين تفرون وقد قتلتم ابن والدي؟ إلى أين تفرون وقد كسرتم ظهري؟ إجا انحنى عليها، حس العباس بحركة عند رأسه. اتصور واحد من الجيش الأموي يريد يحتز رأسه. قال له: يا هذا، أقسم عليك بمن تعبد، إلا ما أمهلتني هنيه ليأتي أخي وابن والدي أودعه ويودعني. الحسين قال له: أخي أبا الفضل، أنا عندك، أنا أبو، أنا ابن والدك، أنا أخوك. قال أبا عبد الله عند رأسي: قال بلى. قال: أخي، ضع فمك على فمي. انحنى العباس، أراد أن يضع، انحنى الحسين، أراد أن يضع رأس العباس في حجره، فأزاحها من حجره مرة، أرجعها الحسين، أزاحها ثانية. في الثالثة الحسين يسأله، يقول له: ليش ما تخلي رأسك في حجري؟ قال: أبا عبد الله، أنت الساعة تحتضن رأسي، وبعد ساحة من الذي يحتضن رأسك الشريف؟ قام من عنده الحسين منحني الظهر يكفكف دموعه بمنديل. استقبلته أخته زينب: أخي، أراك لوحدك، أين أخي أبا الفضل؟ قال: هو ملقا على العلقميم. أريد أعتني الحامي الضعينة، ودور على يسارة ويمينة، أحاجيه واشلع سهم عينة، وقل يا عباس ولينا، عداكم عقبكم لفولينا، وحرقوا خيمنا و
ومبانين يقلها يا اختي العذر لله وليج لو صاب السهم عيني وافقد عن نهر يسراي يا اختي وافقد يميني ذاك الوقت يا زينب اريد انك تعذريني عمد الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشم فلتبكه عليا مضر أو ما دريت عن سرجه العباس خر نسألك اللهم وندعوك